عتق. شكرا مرة أخرى الأخت عتيقة. مرحبا بالسادة المشاهدين. نحن الآن في محترف الفنان محمد النخلة، وأعتقد أن الصور تغنينا عن كل تعليق. الأشياء اللي يعني الناس ربما كتبان لهم هي بسيطة وتافهة، ولكن بالنسبة للفنان كتبان مهمة بزاف، لأن بعض النماذج اللي هي تقليدية اللي كتحمل رموز وعلامات. حنا عندنا هنا في الدير رابوز ديال فاس، هذا من الروابز القدام ديال فاس. يمكن حاول نخدم هذا الرابوز هذا. عندي بعض النماذج هنا الحم كحلة ديال الكحل اللي هي مراكشية، فيها تاهي رموز كتحمل جماعة من الرموز، وهذه مبقاش تستعملوا بزاف من بعض النماذج اللي هي تاهي قرضت من قرض. وعندي من مراكش عندي واحد نموذج آخر اللي مخدوم بالعظم ومخدوم بالمعدن. إذا أنا كنحاول اللوحة ديالي نركبها مجموعة من الأشياء اللي هي مأخوذة من مناطق المغرب الشمال، كلها فواحد التركيبة تكون منسجمة وتركيبة تكون متوازنة. كما قلت كاين هنايا فاس وكاين مراكش كاين، وشفنا مثلا كاين خمية تاهي، هذه خمية خمية تاهي غنشوف كيفاش غادي تحاول نركب. وحتى عملية التلصيق تكون تاهي تلصيق تاهي بطريقة كتكون طريقة بلدية طريقة تقليدية. يعني كنحاول هذه اللوحة ديالي دائما كتجمع ما بين مناطق في المغرب وتكون طريقة تقليدية وتكون كتجمع بين الشمال والجنوب الشرق والغرب في المغرب كامل. الفن هو نوع تقليدي في نفس الوقت هو فن معاصر. هذه صباغة دابا أنا محضرها، اللون ديالها أحمر، هذه كتسمى الفوة. فوا هي دايره بحال 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 الشعر، وكتطبخ في الماء السخون، خصو يكون الماء سخون مغلي مع الصفر البيض مع ويل ديال اللون الاحمر. مخلح دابا اللوحه اللي طغى عليها اللون الاحمر، اللون السائد فيها هو اللون الاحمر. كاين هذا هو لوني قاتم، هذا قشر القرقع، قشر القرقع هو اللي كنستعمل. قاتم هذا قشر القرقع، قشر القرقع هو اللي كنستعمل. زعفران في نفس التحضير تاهو تنجلس الماء سخون مقطر